الذي دائما وابدا نستعين. احييكم اجمل ترحيب برقة تحية، سلام من الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، من هنا من مركز المؤسسة في ميدان التحدي، هنا مع انطلاقات سن اللقاية وهجن أصحاب السمو والشيوخ، مباشرة متابعين الكرام مستمعين الأفاضل، أنطلق مع مقدمة الصدارة المركز الأول لكي يذيع على حضراتكم الخمس المراكز المتقدمة. المركز الأول تصل دستور، تعود ملكيتها سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني مضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما النقل الانتقال إلى ثاني التحديات لكي يتابع يوسولو ممصيحة، تعود ملكيته سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث أرى التسلل والوصول إلى ثاني التحديات القادمة العدلة، هنا تعود ملكيتها لهجن مسيكة المضمر سالم بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري على المركز الثاني. المركز الرابع انتقل بدوري لكي يتابع المتسللة، هنالك الشمالية تعود ملكيتها سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب لصاحب السمو المضمر راشد بن خميس بن جمعة الغويس السويدي على المركز الرابع. المركز الخامس أختم بهذه النداء، هنا على خامس التحديات القادمة ثقة، تعود ملكيته هجن الشحنية المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الخامس. هكذا يا من تتابع يا من تستمع عبر قناة الريان الفضائية، أعلنت على حضراتكم الخمس المراكز المتقدمة. الفايف ستار عود إلى البيج ستار، إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول دستور. الله الله الله، سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على المقدمة على الصدارة المضمر سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على مقدمة الأسماء، بينما المركز الثاني النقلة والانتقال إلى العدلة، هنا تعود ملكيتها هجن مسيكة المضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري على المركز الثاني. المركز الثالث انتقل وأتابع بدوري لثالث التحديات، أتابع مصيحة تعود ملكيتها سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم المضمر فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع انتقل وتابع، هنا رابع التحديات القادمة الشمالية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم عملية التضمير، راشد بن خميس بن جمع الغويس السويدي على المركز الرابع. المركز الخامس الاسم الجديد الواصلة نوف والخوف من نوف، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم عملية التضمير، هنا مع أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام، الله الله الله، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. لنا عودة على الصدارة إلى المركز الأول دستور. سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني عملية التضمير، سالم بن عامر بن راشد المدهوشي المركز الثاني. انتقل وتابع العجلة، هنا تعود ملكيتها لهجن مسيكة المضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري، وصلت الأسماء وصلت الشعارات. الله
وصلت الشامخة تعود ملكيتها تنزع بيه المضم راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد بن مراشد بن مراشد. الله 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 الله. أعود إلى الصدارة، أعود إلى دستور دستور دستور. الله سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني تعود للمضمر سالم بن عامر بن راشد المدوشي. وصلت أيضا هنا اجن زحبيل اجن زحبيل اجن زحبيل اجن زحبيل اجن زحبيل مع الشامخة. هنا تعود عملية التضمير راشد بن حمد بن سعيد بن مراشد بالأمتار الأخيرة. الشامخة 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 اجن زحبيل اجن زحبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد في عملية التضمير. اذا تهانينا تهانينا والناموس. اذا الشامخة الشامخة على الصدارة تذهب بناموس مشرف الامتار الاخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير والمستحق. الشامخة تعود من كيتا اجن زحبيل المضم راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد المركز الثاني. هنا الواصلة دستور سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المضمر سالم بن عامر بن راشد المدوش المركز الثالث. المركز الثالث هنالك نوف سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الرابع هنالك العدلة تعود بكيت هجن مسيكة المضمر سالم بن مسلم بن قنزول العامري. المركز الخامس المركز الخامس الشمالية سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عملية التضمير عند راشد بن خميس بن جمع بن الغويصل السويدي. إذا تانينا والناموس على هذا الفوز الكبير ومستحق. التوقيت الزمني لحظة الوصول لحظة الوصول من الشامخة توقيت الزمني 7 دقائق 32 ثانية جزء واحد من الثانية. هكذا كان توقيت الشامخة لهجن زعبيل المركز الثاني. دستور سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المضمر سالم بن عامل بن راشد المدوش. توقيتها الزمني 7 دقائق 39 ثانية 4 أجزاء من الثانية. هكذا كان توقيت دستور المركز الثالث. لحظة وصول النوب سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. توقيتها الزمني 7 دقائق 45 ثانية 4 أجزاء من الثانية. هكذا كانت المنافسة وانتهت من أبو سمو المشرف ذهبت به الشامخة تعود ملكيته يجن زعبيل المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مشوت. تهانينا والناموس.